الحلقة اللي فاتت وصلنا لناميبيا، بدينا المغامرة في الجنوب، زرنا أقدم صحراء في العالم. هذه بلاصة عندها تاريخ كبير، عيطولها الداد فالي، والمكان وين تلاقى فيه الصحراء مع المحيط الهادي. اليوم عدنا طريق طويلة للشمال، المهمة رايحة تكون مختلفة. خرج في هاد البلاكا نوير، اللي زعما كي تنسى بلي راك في الخلا في ناميبيا يفكروك بلاكا، يديروا لك بلاكا يفكروك. حبست نتكسل شويه باسكو هادي ربع سوايع انا سوق، بالك تلاقيت واحد ثلاثه الواطا ولا صبرك في العصر الحجري شغل ما كان والو. انت و الزوج احنا في نص الطريق، باقي لي واحد السوايع. بديت نخرج في الحيوانات، تلموني بديت نتودر في الطريق، شفتو الزرافة في الطريق حبست لها باش نصورها، ساعة هربت لي صافي نطيح في كاش السباع ولا وصلنا بعد 12 ساعة طريق. هذا وين وصلنا، غادي ندبرت البلاصة هنا باش غادي نبات فيها. بلي كاع ما وريتكمش اللوطو كي دايره، هذه قرعه تاع غاز نطيبو بها. هذا فريغو برونشي مع الباتري تاع اللوطو، وفيه بريزا كي عندنا بريز، دونك اليوم ما عندناش لا بريز. دونك هاد الصوالح باش نطيب بهم. هادي شكاره تاع الماكله تاع 4 ايام ولا. المهم انا نمشي نطيب العشاء، نمشي ندير لا طونت باش نرقد، وغدوه نتلاقاو الصباح باش نفيزيتيو هيمبا فيلاج. ما راهمش بعد بزاف، مبغيتش نقاري عندهم بالك ديرونجيهم ولا. قاريت راني بالك واحد 2 كيلومتر ولا هذا مكان. هنور لا فامي اللي ماني رايح نفيزيتي قبيلة تاع هيمبا هنايا في ناميبيا، راني رايح ندي معايا جيد هنايا، دونك مرة تسكن هنايا في الفيلاج تاع هذا لونغلي باش دير لي الترجمة باسكو هما ما يحكيوش لونغلي. وحنا وصلنا للفيلاج، حنا مع what was your name؟ Uno. Uno. اليوم لقيت انا ديت لنا ترادكسيون، you are our translator today. Yes. هادو اللي هيمبا قبائل كما لي نوماد، كما توارك عندنا في الجزائر، يبوجيو بزاف، عندهم يعني بالك يعيشوا 10 سنين بلاصة، ومن بعد يبوجيو، كل 10 سنين يبوجيو. مورو؟ مورو. بيريبي. بيريبي؟ ناوا. ناوا. هذيك شغل السلام عليكم عندهم هنايا. في الفيلاج كش داير، هذاك كوخ كبير تما كش الكوزينه يطيبوا يديروا فيه صوالح. هنا هادو الديار صغار هنا يباتوا فيهم، تدخلوا نفيزيتي وحده منهم شوفوا كش يعيشوا الداخل. انا ناس ملاح ما عليهمش كاع كش تدخل هكا نورمال. انا دخلت لوحده من الديار تاعهم، هذوك عندهم شغل بيوت هكا يباتوا فيهم من الداخل، حاطين شويه صوالح حوايجهم هنايا، وهنا كاين مطرح في الارض باش يرقدوا. الدواء ماشي عاليه بزاف كش توقف غير ابري. الباب شو الباب كي دايره، الباب شغل بالزنك. ايوا هذه هي، ما كاش حاجه كبيره زعما تشوفوها، عايشين زعما يا ابي بريسوي كم انا بنا كمان تنقول لك هذا الاولى تاع راه شوف راسها في الكاميرا. That's you. Look. That's you. هي ما تشوفوا قاعد يضحكوا قاعد عايشين. ودالي نوادر ها صاحبي، طحوا عليك صاحبي توباك. هاك تحير كي تشوف مناطق كما هادو مازال اكزيستيو في العالم، باسكو حضاره مازال ما وصلتهمش كاع، ما عندهم لا ضو ولا غاز لا والو. When they are building their houses they actually start with mopane sticks like those ones. That is the start of their houses. Then they collect cow dung, scent and water. نديرين لاباي، لاباي باش حتى تطيح الشتا، باسكو عندهم بزاف الشتا هنا في ريني سيزون، كطيح الشتا ما تدخلهمش لداخل الدار.
This is for snakes. Yes, snake protection. The okra. Cheese and so on, cream and so on. It's just the same with them. Yeah. Yana. بالكم هنا ما يدوشوش بالماء. They totally don't bath with the water. هنا يديروا هذيك الحجره يخلطوها بالزبده تاع البقره. هيا يطليوها شغل هكا في لابو تاعهم. هذيك هي الدوش تاعهم. شوفوا عندهم الكباش تما تالي عايشين معاهم. عندهم البقر وعندهم الكباش. دوك الشيء يتغدوا منهم يشربوا الحليب تاعهم وكاع. هم صغار نهار كاع هما يدوروا هنايا ما يمشيو يقراو ما والو. So if they don't go to school, what they do? Actually they just stay at home for the garden, playing each other, keeping themselves busy, like cooking for the kids and for the husbands. Sicho Yadro the artist. Hello man. They have religion or not? The religion. They believe in ancestors and traditional doctors. اللي يبغي يجي لهنا ويزورهم يرحبوا بك شو كلي راك واحد من العائلة. اسمه لازم تكون ناس من العائلة لازم ترسبكتيهم لازم تحترمهم وتحترم التقاليد تاعهم والعادات تاعهم. ما عندهم لا ديانات لا والو صدير ما وصلهمش هنا كاع الريزو ما وصلهمش. متجي لهنا وتدخل معاهم وتعيش معاهم تعرف باللي ناس ملاح بزاف ما خصهم حتى حاجة في الدنيا كل شيء عندهم هنايا شو عندهم جنانات هنا ياكلوا منهم عندهم بزاف الحيوانات يجيبوا منهم الحليب وهادي. جا واحد كيكون يعيش بهذه الطريقة هنايا ما عندهم لا ضو لا ما لا والو لا غاز راه عندهم ذكاء في الحياة باش يعيشوا باسكو هالصوالح هنايا شغل عندنا كل شيء ساهل. هلا هلا بون غادي نكملوا الفواياج تاعنا في ناميبيا دزنا عن هاد القبيلة باش نتعلموا شوية صوالح كيفاش يعيشوا. جيسبر تعلمتوا شوية صوالح عجبتكم هاد الفيديو ونتلاقاو الفيديو الجاية. سلام باي 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 باي.